في الكويت يستمر الدوران في ذات الحلقة المفرغة القائمة منذ 3 أسابيع. التقدم الوحيد الذي حدث هو تشكيل لجان العمل لمناقشة قضايا جدول الأعمال، أداؤها يسير ببطء وبلا نتائج حتى الآن. لجنتي استعادة الدولة والتحضير لعودة العمل السياسي واللجنة الأمنية رفعتا جلساتهما بدون أي نتائج، مع استمرار الميليشيا في رفض كل المقترحات المقدمة وربط التقدم على هذين المسارين بتشكيل حكومة جديدة وعودة العمل السياسي قبل البدء بإجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهما ترفضه الحكومة مسندة بالمقترحات الأممية. لجنة المعتقلين حققت تقدما طفيفا بالاتفاق مبدئيا على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا. مصادر في الكويت أكدت أنه تم الاتفاق على مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين بشكل سريع وجدولات إطلاق سراح ما نسبة 50% من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق. بند إطلاق المعتقلين والمختطفين، والذي كان أحد بنود التهيئة للحوار وكان من المفترض تنفيذه قبل الشروع في هذه الجولة من المشاورات، تحول إلى بند رئيسي على طاولة المفاوضات في الكويت، وهو ما يعني أنه أصبح أحد أدوات الميليشيا للمساومة على بنود أخرى ومرشحا للبقاء دون تنفيذ حتى تحصل الميليشيا على مزيد من التنازلات التي تسعى إليها، فيما يبقى الكثير من المختطفين ممن مضى عليهم أكثر من عام رهنا لمزاج الميليشيا وعدم جدية الموقف الدولي من مطالب السلام في اليمن. المختطفين، أريد إطلاق سراح المختطفين.